الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله تعالى من فضله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أختم بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. يقول المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: عليكم بقول لا إله إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خيرة خلقه وحبيبه، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته وقفى أثره وسلك درجه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه، وصل عليه يا ربنا كما تحب أن يصلى عليه،
صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. صلى الله عليك سيدي يا أبا القاسم يا حبيب الله يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إن البركة من عند الله تعالى، فالبركة من الله، وهو سبحانه وتعالى منزل البركات، فالبركة منه ومن عنده، وهو الذي ينزل البركات على عباده المؤمنين. البركة مفرد بركات، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والبركة هي النماء والزيادة. البركة نعمة لا تعد ولا تحصى. البركة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي بركة الله، هي بركة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي ينزل البركات على من شاء من عباده المؤمنين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليه، ثم يدعو بما شاء صلى الله عليه وسلم. تبارك الله أي تعاظم وتعالى وتنزه، فهو سبحانه وتعالى ذو البركات. والبركة في القرآن والسنة أيضا هي بركة القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقرآن الكريم كتاب مبارك نزل من صاحب البركات سبحانه وتعالى، وكل القرآن الكريم مبارك، كل سور القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم مباركة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشأن سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فسورة البقرة بركة، إنه القرآن بركة، بركة على النفس وعلى البيت وعلى الذرية. وكان صلى الله عليه وسلم كما تروي السيدة عائشة إذا اشتكى قرأ المعوذات أي المعوذتين ثم نفث في يديه، فلما اشتد به الوجع السيدة عائشة تقول: كنت أقرأ أنا وأمسح بيديه رجاء بركتها، رجاء بركتها. فالقرآن الكريم هو بركة،
وهو نزل من صاحب البركات سبحانه وتعالى، ونزل في شهر مبارك كما أخبر النبي المبارك صلى الله عليه وسلم عندما وقف في الناس خطيبا في آخر شعبان وقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، والقرآن مبارك، ونزل في شهر مبارك وفي ليلة مباركة. قال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. سبحان الله العظيم. فالقرآن الكريم كتاب مبارك، وهناك أيضا بركة الأماكن، بركة الأماكن. وأول شيء في الأماكن المباركة ماذا؟ البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فبيت الله الحرام بيت مبارك. وأيضا مكة والمدينة بقعتان مباركتان كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو: اللهم إني أدعوك أن تجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يدعو للمدينة أن يجعل الله بها ضعفي ما وضعه بمكة من البركة. فهما مكانان مباركان، وبيت المقدس والمسجد الأقصى مكان مبارك، أسأل الله عز وجل أن يرده سالما إلى أيدي المسلمين. هذا بيت مبارك كما أخبر القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمكان حول بيت المقدس مكان مبارك، فما بالك بالمكان نفسه، ببيت المقدس نفسه. وربنا يقول في القرآن الكريم أيضا: ونجيناه ولوطا، بشأن إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لذلك وهذه نقطة يعني على الجانب، نحن نقول هذه بقعة مباركة، حتى لو تمكن أعداء البشرية هؤلاء من هدم هذا المسجد لا قدر الله ولا كان ذلك، فهو مكان مبارك أيضا. إننا لا نقدس أحجارا، فالله عز وجل قد جعل هذه البقعة بقعة مباركة. لا قدر الله أن يهدم هذا المسجد. نرجع إلى كلامنا. ثم بعد ذلك بركة رمضان، بركة هذا الشهر العظيم. والله لقد عشنا في شهر رمضان أياما عظيمة، أياما جليلة، أحسسنا بنفحات الله تبارك وتعالى تملأ علينا الأماكن، أحسسنا بنفحات وبركات رب العزة منزل البركات سبحانه وتعالى، وهي تملأ الأفق وتملأ الأجواء. سبحان الله العظيم. فهو شهر مبارك كما أخبر سيدنا رسول الله وكما قلنا للتو: قد أظلكم شهر عظيم مبارك وفيه ليلة مباركة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه نزل الكتاب المبارك القرآن الكريم على النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. فالنبي مبارك أيضا، قرآن مبارك، وليلة مباركة، وشهر مبارك، والقرآن نزل على النبي المبارك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الحديث الصحيح أن سيدنا جابر بن عبد الله أحد الصحابة الكرام يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل، كان في غزوة على جمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فأزحف الجمل، أزحف الجمل يعني أعيا وتوقف وكأنه خاف من لقاء العدو سبحان الله، فأزحف الجمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزجره فانتشط، زجره يعني صاح به وحثه بطريقة معينة، فانتشط يعني قام وأسرع حتى كان أمام العدو. فقال سيدنا رسول الله: يا جابر ما لي أرى جملك قد انتشط؟ قال: ببركتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشهر رمضان شهر مبارك، وفيه نزل القرآن المبارك، وفيه الليلة المباركة، والقرآن نزل على النبي المبارك، وهو شهر فيه البركات كلها من عند رب الأرض والسماوات. الله عز وجل يبارك فيه في رزق المؤمن كما أخبر سيدنا رسول الله، وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، ويزاد فيه في رزق الحسنات أيضا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة النحل. حتى الطعام في شهر رمضان طعام مبارك، تسحروا فإن في السحور بركة، فهو شهر مبارك. والله يعني عشنا أيام هذا الشهر ووددت، وددنا جميعا أن هذا الشهر لا ينقطع، وددنا أن هذه الأيام العظيمة المباركة المعدودة في الحياة لا تنقضي حتى نرتوي من شهر رمضان. ولكن هل يرتوي الإنسان أبدا من الخير؟ هل يرتوي الإنسان من خير الله وبركات الله ورحمات الله ونفحاته؟ أبدا لن نرتوي من شهر رمضان، فاللهم لا تجعل رمضان هذا آخر رمضان بالنسبة لنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من شهر رمضان يا رب العالمين. والسؤال أيها الأحباب، السؤال: ألا من وسيلة نستبقي بها بركات شهر رمضان؟ نريد بركات شهر رمضان أن تمتد معنا وأن تظل معنا بعد رمضان، فهل من وسيلة إلى ذلك؟ الإجابة بكلمات يسيرة يا عباد الله: كل هذه البركات المبثوثة والمنشورة في شهر رمضان هي بسبب التقوى. نعم، التقوى في شهر رمضان هي سبب كل الخير كما قال مولانا في القرآن الكريم: لعلكم تتقون. فالتقوى هي سبب كل شيء، وهي سبب نزول البركات على العبد في شهر رمضان. التقوى هي اسم جامع، التقوى هي من أوسع المصطلحات في الشرع، لا يستطيع أحد أن يعرفها، فهي اسم جامع لفعل كل خير والبعد عن كل شر. هذا هو التقوى بكلمات يسيرة. لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى، سأله رجل: ما التقوى؟ قال له: هل مشيت في طريق ذي شوك؟ مشيت في طريق ذي شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: إذا رأيت شوكا ابتعدت عنه وجاوزته. قال: فذلك هي التقوى. يقصد الرجل أن يقول: إذا وجدت شوكا اتقيته. الشوك يا عباد الله، الشوك، الكذب شوك، نشر الكذب شوك، الغيبة والنميمة شوك، الزور وقول الزور وشهادة الزور شوك، البغضاء والوقيعة والفتنة بين المسلمين أشواك وأشواك. التقوى يا عباد الله هي كل ذلك وغيره. التقوى هي المنجية يوم القيامة: ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر الظالمين فيها جثيا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. التقوى هي المنجية يوم القيامة، وكذلك التقوى هي سبب البركة في الدنيا. بكلمات يسيرة والله، التقوى هي سبب البركة في العمر وفي الصحة وفي المال وفي كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا وماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقدموا عباد الله قليلا، تقدموا حتى نسمع للإخوة من الخارج أن يلتحقوا بنا. جعلني الله وإياكم من المتقدمين. إذن عباد الله المؤمنين، التقوى هي المفتاح السحري، وهي الحل السحري، وهي شفرة التقدم. التقوى هي نجاة في الآخرة، وهي حل لمشاكلنا اليوم، وهي بركة تنزل علينا وعلى صحتنا وعلى أولادنا وعلى بيوتنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من القائل؟ إنه الله، إنه الله الذي يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وأنا أريد من حضرتك أن تسرح بذهنك في التعبير القرآني، لفتحنا عليهم بركات. فتح، الله عز وجل لم يقل لباركنا، إنما قال فتح، ويعني الأمور كلها في اتساع. لفتحنا عليهم بركات، فالأبواب مسدودة وباب الله مسدود، والتقوى تفتح لنا المغاليق وتفتح لنا الأبواب يا عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، البركة هي نعمة لا تعد ولا تحصى. من رزق البركة فقد رزق الخير كله، وكفاه ذلك. من بارك الله عز وجل له في رزقه فهو سعيد. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. وكان يدعو أيضا يقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا وفي بيتنا. البركة في الرزق، البركة في الرزق تكون بأشياء كثيرة، بشكر النعمة. لئن شكرتم، لئن شكرتم لأزيدنكم. تكون بالصدقة من المال، وبالإنفاق في سبيل الله من المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والملك الذي ينادي كل يوم: اللهم أعط منفقا خلفا. بركة، بركة الرزق بالإنفاق، بالإنفاق. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت له قافلة أتت المدينة، قافلة عليها أطعمة من خيرات الله رب العالمين، فماذا فعل؟ تصدق بها في سبيل الله على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فماذا يقول عبد الرحمن؟ لقد عوض الله عز وجل عليه عوضا واسعا، وأوسع له كثيرا، وبارك له جدا، حتى يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: لقد عوض الله، عوضني الله عز وجل عن ذلك خيرا كثيرا، حتى كدت لو رفعت حجرا من مكانه لوجدت تحته ذهبا او فضه. وبعض الصحابه ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقه يمينك، بارك الله لك في صفقه يمينك، فكان يتاجر في التراب وكان يكسب الذهب، يتاجر في التراب. البركة من الله، البركة في الرزق تكون بالالتزام بمنهج الله، بالإنفاق، بالشكر، شكر الله. هذا المال مالك يا الله، وأنت أفضت علي وأنا مستخلف، فالحمد لك يا الله. هذه ليست مهارة مني، أنت المنعم سبحانك. الإنسان الذي يبارك الله عز وجل له في صحته هو إنسان سعيد أيضا. فالصحة رزق، والصحة هي غنى الجسد، وهي تاج فوق رؤوس أصحابها، لا يعلم ذلك إلا المرضى. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وغير المسلمين يا رب العالمين.
بعضنا قد يظن يعني ان الرزق مال. احد الفقراء ذهب الى احد الصالحين يشتكي له الفاقه، يشتكي الفقر، فقال له يعني انت ليس عندك شيء؟ قال ليس عندي شيء. فقال له ايسرك بعينيك 100,000؟ يعني عفوا، قال له يا اخو عينيك واديك 100,000؟ قال لا. قال ايسرك بيديك 100,000؟ قال لا، برجليك 100,000. اخذ يعدد له نعم الله عليه، وقال له في الاخير يا هذا عندك مئات الالوف وانت تشتكي من الفقر. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله. من رزقه الله عز وجل نعمة الصحة فهذه بركة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في صحتنا جميعا. أيضا البركة، وأخيرا البركة في العمر، البركة في العمر. روى الإمام مالك في الموطأ بغير سند أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه تقاصر أعمار هذه الأمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار هذه الأمة، فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدر التي هي خير من 1,000 شهر، فليلة توازي 80 عاما. ولننظر كم عشنا ليالي قدر يا عباد الله، ليالي كثيرة، 40، 50، 30، بعضنا عاش أكثر من ذلك. فأعمارنا بهذه المناسبة وبهذه الطريقة هي أكثر أعمار هذه الأمة، أكثر أعمار الأمم، أكثر من أعمار الأمم. البركة في العمر، أحد الصالحين يتحدث عنها وهو ابن عطاء الله السكندري، يقول رب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ورب عمر كثيرة آماده قليلة أمداده. يريد أن يقول إن العبرة ليست بالسنين وبالعدد، فهناك من الصالحين من مات وهو صغير لكنه أفاض وأجاد وأحسن وأفاد وتزود بخير الزاد استعدادا ليوم المعاد، وغيره عمر دهرا طويلا لكنه ما فعل شيئا ولم يبلغ معشار ما بلغه الأول. والمرض في ذلك كله إلى ماذا؟ إلى البركة في العمر. وهذا هذه البركة في العمر يحسها الواحد منا إذا ما فعل عملا يعني طويلا أو قويا ينجزه الغير في أيام وهو ينجزه في ساعة من نهار، هذه بركة في العمر. والله عز وجل يعطيها لهذه الأمة ويعطيها لصالحي هذه الأمة. عباد الله المؤمنين، الإنسان المسلم بطبيعته وإنسان ذو لسان عذب. طيب، حسن الكلام، حسن الخلق، كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أنس بن مالك أتت بأنس بن مالك وكان صغيرا ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له ادعو الله له يا رسول الله. قال اللهم أكثر له في ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف تزوج قال له سيدنا رسول الله بارك الله لك، أولم ولو بشاء، ومن تزوج كان يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي إليه طعام برك عليه 3 يدعو بالبركة 3 مرات، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ثم يسمي بسم الله ثم يأكل بركة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة اسمه أبو محذورة وكان ذا صوت جميل، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو محذورة فقال لي النبي تعالى، فأجلسني أمامه ثم مسح على ناصيتي وقال لي بارك الله لك. كان صلى الله عليه وسلم يتخذ البركة أنشودة في الحياة، إذا
إذا قدم إليه طعام يقول يدعو بالبركة، إذا أتى إليه إنسان يدعو بالبركة، حتى إذا كان عنده إنسان وأراد أن يقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين كان عنده قوما على بركة الله، وكان إذا دخل أو خرج يقول السلام.